ما حكم صلاة من لم يغطي عاتقيه سواء من المحرمين المطبعين أو من يلبس ثيابا شفافة ومن تحتها فانيلا علاقي، وجزاكم الله خيرا؟ صلاته صحيحة ما دام أنه ساتر للعورة ما بين السرة إلى الركبة، ولكن من الأكمل والأفضل أنه يغطي أيضا كتفيه وصدره وظهره، هذا أجمل هيئة وأحسن. بل إن الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه ما تصح صلاته حتى يستر أحد كتفيه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولكن الجمهور على أن هذا ما هو واجب، يكفي ستر العورة. وعلى كل حال في المستقبل لا تخلي صدرك وظهرك وكتفيك مكشوفات، اجعل الرداء عليهم، التحف بالرداء ولفوا على نفسك، هذا أجمل لهيئتك وأحسن، وخروجا من الخلاف. نعم.